اهلا بحضراتكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس، وخلاص اقترب الموسم من نهايته، قربنا خلاص من نقطه النهايه، خلاص بقيت 3 ماتشات في الدوري. طبعا بعدها على طول هندخل بقى على البطوله العربيه، ويمكن نظرا لضيق الوقت فمستر اوسوريو بقى شغال في اكتر من جانب، يمكن الجانب الاول فني وهو خوض مباريات الدوري، وجانب اخر تجهيزي لمجموعتنا طبعا في البطوله العربيه، وتفكير كمان في الصفقات والراحلين، خصوصا انه مجموعه الزمالك مجموعه قويه فيها نصر سعودي، شباب سعودي، والمنستير التونسي. هنتكلم في تفاصيل اكتر عن الفتره القادمه مع ضيفنا طبعا اللي منورنا في استوديو نهارك ابيض، المحلل الرياضي المميز محمد نصفي. محمد اهلا بيك. اهلا بيك. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. يمكن كلنا ملاحظين وكلنا شايفين التطور الملحوظ طبعا في الاداء في الجوانب الفنيه مع مستر اوسوريو، وفي تطور فني من حيث الهجوم والدفاع. شايف التطور ده ازاي واللي قدر انه يوصله مستر اوسوريو حتى الان؟ هو الاول طبعا برحب بك وبالكل. اهلا بيك. طبعا الراجل جاي من فتره قريبه جدا، جاي على فتره صعبه، الزمالك مر بمرحله سيئه جدا الفتره اللي فاتت، وكان محتاج شغل كتير قوي ان هو يبدا يعمله. يمكن احنا الجمهور عندنا ما بيستناش يعني يشوف الفتره دي، فكان الراجل محتاج وقت عشان نحكم عليه او نتكلم عنه، وخاصه ان السي في بتاعه قوي، مش سي في قليل يعني. الراجل جه وبدا يشتغل. انا بالنسبه لي بشوف ان اول 3 ماتشات لعبهم اوسوريو ما يتحسبوش من ضمن المباريات يعني اللي هو المفروض يشتغل عليهم. بعد كده بدات سلسله الانتصارات وبدا الشغل بتاعه يظهر في الملعب. اخر حاجه ماتش الكاس طبعا قدام المقاولين نتيجه 6-1، وبدات تظهر ملامح الفريق بشكل اكبر، ويمكن الماتش اللي قبله كمان غزل المحله ظهر الفريق بشكل احسن كتير في مرحله الانتشار، تنويع اللعب، حركه اللعيبه، الدفاع بتاعنا بقى افضل شويه عن الفتره اللي فاتت. كنا يعني بنمر بفتره صعبه والدفاع كان سيء برغم غياب عناصر مهمه زي الونش وحسام عبد المجيد. الراجل بدا يشتغل على الفريق كمنظومه، لان ده هو الشغل بتاعه اصلا من قبل ما يجي. اشتغل على الفريق كمنظومه، بدا يرتب اوراقه ويشوف مين اللي يصلح ومين اللي يبقى موجود، وبدا يشتغل على خطط لعب معينه. هو جاي عنده سيستم معين عايز يشتغل عليه، يمكن اللعيبه في الاول ما ساعدتوش على ده، وبدا يعرف ايه الاوراق اللي محتاجه جوه الملعب وايه اللعيبه اللي محتاجه جوه الملعب، بدا يشتغل على ده، وبدا يشتغل على اكتر من خطه. يمكن هو في المؤتمر الصحفي قال حاجه مهمه جدا، قال انا لحد دلوقتي مرنت 52 تمرينه مع الفريق، لعبنا 3 خطط لعب او حفظت لعيبه 3 خطط لعب معينه، بنلعب في كل مباراه بخطه شكل تناسب الفرقه اللي هلعبها. فواضح جدا ان الراجل شغال على سيستم معين، السيستم ده هو بيحاول يطبقه جوه الملعب وعلى حسب المنافس اللي موجود هيكون ايه. يعني انا لو بلعب غزل المحله ايه الخطه اللي تناسب غزل المحله، لو بلعب المقاولين ايه الخطه اللي تناسب المقاولين، لما لاعب الاهلي كمان ايه الخطه اللي هتناسب الاهلي. يمكن هو قال ان الاختبار الحقيقي اللي هنمر بيه فعلا وهنشوف احنا هنقدر نكمل على نفس المستوى لا هو مباراه الاهلي. فاعتقد الراجل يعني حاسب حساباته كلها وإلامه موجوده واللام الزرقاء والحمراء شغاله، تطور ظاهر مش محتاج ان حد يتكلم عليه بعد 6 اهداف اللي اتسجلوا في مباراه الاهلي. يمكن الفوز ده كان مهم جدا، والمباراه دي كانت مهمه جدا تخليك تدخل المباراتين القادمتين، وخصوصا المباراه الاهم طبعا امام النادي الاهلي بثقه كبيره. طيب احنا لو هنتكلم عن عدد الاهداف، يمكن اللي احرزها مستر اوسوريو او الفريق احرزها مع مستر اوسوريو، فهو عدد اهداف كبير مقارنه يمكن بالفتره الاخيره مع مستر بيريرا، ومش بس مقارنه بالفتره الاخيره مع مستر بيريرا، لا مقارنه بالفتره كمان اللي قضاها مستر اوسوريو. يعني اي مدرب في نفس الفتره ديت لا ما فيش حد جاب عدد الاهداف يمكن اللي مستر اوسوريو جابها مع الفريق. شايف ده يدل على ايه؟ هو طبعا لعبنا 11 مباراه مع اوسوريو لحد دلوقتي، انا بعتبر ان ال3 مباريات اللي في الاول ما يتحسبوش لحد مباراه الاسماعيلي، ولكن هو الراجل لعب 24 مباراه، استقبل 10 اهداف بس وسجل 24 هدف واستقبل 10 اهداف في 11 مباراه لعبهم مع الزمالك لحد دلوقتي. ده معدل كويس جدا. يعني لو جينا نتكلم عن فتره فيريرا بما انك ذكرتيها، يعني فيريرا الفتره الثانيه مش الفتره الاولى طبعا السنه طبعا الفتره الثانيه فيريرا لعب مع الزمالك 61 مباراه،
كسبنا في 61 مباراه 34 ماتش، تعادلنا 13 خسرنا 14 مباراه، ودي نتيجه طبعا يعني او ارقام سيئه جدا بالنسبه للزمالك. الراجل سجل 91 هدف، بريرا وهو موجود سجلنا 91 هدف، ولكن استقبلنا 53 هدف، طبعا فوق يعني بتعدي النص من الاهداف اللي احنا سجلناها، وده طبعا معدل سيء جدا. ولكن اسوري في 11 مباراه قدر يسجل 24 هدف ويستقبل 10 اهداف، وقدرنا كمان نحافظ على نظافه الشباك في اربع مباريات متتاليه او اربع مباريات، منهم طلائع الجيش واسوان وغزل المحله والمباراه اللي قبل اللي فاتت. فالراجل شغال كويس جدا وبسيستم كويس جدا، بيحاول على قد ما يقدر يطور من الحته الدفاعيه عشان ما نستقبلش اهداف كتير في المباريات، وبيحاول يطور الحته الهجوميه اللي احنا بقينا فيها. انا بشوف الزمالك بقى فيها اشرس بطريقه كبيره جدا، وست اهداف بتوع ماتش المقاولين اكبر دليل على يعني المباراة. برغم من اكيد احنا سعداء بعدد الاهداف الكبير ده، بس يمكن البعض بيتكلم في انه الفرق اللي انت قابلتها مؤخرا واللي انت احرزت امامها عدد الاهداف ده انها فرق بتلعب بطريقه دفاعيه، لكن احنا لسه ما شفناش بقى اللعب امام الفرق الكبيره، الفرق اللي تلعب بطريقه هجوميه. لسه بقى في فيوتشر، في النادي الاهلي، في بيراميدز، لسه في فرق كبيره. فده المهم، ده بقى اللي هيبين فعلا اذا كان الشكل والطريقه اللي مستر اسوريو بيلعب بيها هو ماشي على التراك الصحيح ولا لا. ده اكيد طبعا، ولكن المقاولين مش فريق صغير. المقاولين احنا دايما بيبقى فيه يعني اول مباراه لمستر اسوريو كانت مع المقاولين، تعادلنا 2-2 في المباراه دي. فالمقاولين من الفرق الصعبه واللي بتقفل قصاد الزمالك كويس جدا، بتلعب جيم دفاعي او بتلعب على الهجمات المرتده، ولكن ان انت تنزل قصاد المقاولين تعمل النتيجه دي في الشوط الاول والشوط الثاني وتقدر تسيطر على المباراه من اولها لاخرها، ده اكبر دليل ان الراجل شغال كويس جدا وان في حاجه بتتقدم في الملعب. وفعلا في حاجات بتقدم في الملعب هنتكلم عنها اكيد دلوقتي، خاصه الست اهداف يعني لو نحللهم كمان، في شغل كبير جدا بيتعمل على الاطراف وفي عمق الملعب كبير جدا يعني لو هنتكلم عن تفاصيل الملعب يمكن عايزين نعرف وجهه نظرك في اللامركزيه اللي بيلعب بيها مستر اسوريو، يعني بيلعب اللعيبه في كذا في كذا مركز. لو هنتكلم مثلا عن واحد زي فتوح، ده فتوح بيلعب بنشوفه بيلعب باك شمال، بعدين بنشوفه اوقات بيلعب في نص الملعب، اوقات بنشوفه بيزيد وبيتحول لوينج. يعني في لامركزيه في النواحي الهجوميه، شايف ده ازاي؟ هو طبعا انا جايب خريطه حراريه لفتوح، احنا ممكن برضو نشوفه واحنا بنتكلم. يمكن اسوريو لما بدا كان فتوح مش موجود لما اسوريو بدا، وكان المستوى مش ظاهر بالشكل الكبير اللي احنا عايزينه، لان كنا محتاجين اللعيب اللي يقدر يقوم بالدور اللي بيقوم بيه فتوح دلوقتي. طبعا أهي الخريطه الحراريه على الشاشه اهي، لو بصينا دي تحركات فتوح طوال المباراه اللي فاتت، مباراه المقاولين. لو بصينا على تحركات فتوح اللي بيتحرك في كل مكان في الملعب، بيتحرك ناحيه الباك الشمال، بيتحرك في قلب الدفاع، بيتحرك في نص الملعب، بيتحرك وينج شمال، يمكن كمان بيتحرك ناحيه اليمين لما بيستقبل الكره من العرضيه او من الركنيه بتعليمات من اسوريو. ففتوح قايم بدور كبير جدا من وقت ما رجع، يمكن هو الورق اللي كانت ناقصه اسوريو عشان يبدا يخلي الفريق بالشكل اللي احنا شفناه الفتره الاخيره. مع عوده فتوح اسوريو بدا يجيب لعيب او هو بامكانيات فتوح اللي عنده دي بدا يربط كل خطوط الملعب ببعضها. بدانا نعتمد على فتوح كباك شمال ان هو يقوم بالدور الدفاعي، بدانا نعتمد على فتوح ان هو اللي خرجنا بالكره ويعمل عمليه البيلد اب، لان هو من اللعيبه المميزه جدا المهاريه. بدانا نعتمد على فتوح في ان هو يروح ناحيه الشمال او ناحيه الوينج شمال او يلعب وينج باك ناحيه الشمال عشان يساند مصطفى شلبي لما كان موجود، والماتش اللي فات كان بيساند سيد نيمار. بدانا نشوف فتوح بيبقى موجود في عمق الملعب وبيسدد، ويمكن سجل هدف واتلغى وكان من ضمن يعني يعتبر هيبقى من ضمن الاهداف لو كانت حسن من ضمن الاهداف الافضل في الموسم كله. ففتوح عمل عمليه ربط كبيره جدا من خطوط الملعب الدفاعيه والهجوميه، وده انا اعتمد عليه في الخروج بالكره، ويمكن هي دي النقطه اللي كان محتاجها اسوري او اللعيب اللي يقدر يلم الفرقه ويبدا يطلع بالكوره ويستلم الكوره ويلعب تحت ضغط ويبقى عنده ثقه في نفسه ويدي الثقه للعيبه. اعتقد فتوح قام بالدور ده، وتحركات فتوح واضحه في الخريطه الحراريه، فبناء عليه بدا اسوريو يظهر بالشكل اللي احنا شفناه ده. لان واحد زي فتوح او واحد زي زيزو او اللعيبه اللي هي عندها المهاره وعندها القدره ان هي تعدي بالكوره وان هي تعمل كل حاجه في الكوره، اللعيبه دي هي اللي بتاثر في اي فريق، اللعيب السوبر يعني. اللعيبه دي اللي بتاثر في اي فريق وبتوصل الفريق ان هو يوصل للمرمى بسهوله، ان هو يدافع كويس، ان هو يكون منظم في الملعب. ففتوح اعتقد الورقه الرابحه اللي خلت اسوريو يظهر بالشكل ده الفتره الاخيره. هنتكلم عن يمكن خطه اللعب اللي بيلعب بيها مستر اسوريو واللي كان يمكن بتهاجم عليها في الاول، يعني كانت ممكن تكون طريقه صعبه بالنسبه للعيبه، اللعيبه ما كانتش لسه حفظتها، بس بدانا نشوف يمكن نتيجه التدريب على الخطه ديت وبدات اللعيبه تشرب خلاص وتحفظ الخطه. شايف
فايدة الخطة ديت يمكن للاعبين ازاي؟ يمكن مستر اسوري في الفترة اللي فاتت كان بيركز اكتر على الجوانب الهجومية، ازاي اللاعبين يقدروا ان هم يفتحوا مساحات في الملعب؟ هو اسلوبه لعب ثلاث خطط لعب لحد دلوقتي، يمكن بيغير فيهم جوه الملعب، ولكن هم ثلاث خطط لعب بيعتمد عليهم بشكل كبير. خطه 3 2 4 1، 3 2 2 3 اللي لعبها مباراه غزل المحله، 4 1 2 3. كل الخطط دي بتعتمد على اللامركزيه وبتعتمد على حركه اللاعبين او حركيه اللعيبه في الملعب، مع التعليمات اللي بيديها للعيبه، تعليمات مركبه يمكن بادوار مركبه لكل لعيب، كل لعيب بيتحرك في مساحه معينه. الزناري مثلا بيلعب ناحيه اليمين كمدافع، بيتحرك باك يمين لما يكون احنا خارجين بالكوره، لما بنرجع بالكوره فتوح بيرجع يدافع، لما بنطلع بالكوره فتوح بينزل في عمق الملعب يستلم ويسلم. شيكابالا بياخد الطرف اليمين وبعد كده ممكن يبقى مهاجم ثاني. سيف الجزيري لو لعب على طرف شيكابالا بيدخل العمق. اللامركزيه اللي عاملها اسوري في الملعب مع خطط اللعب اللي هو مقدمها خلت اللعيبه تظهر بالشكل الكويس جدا، وخاصه الثلاثه في الخلف. انا فيريرا لعب السنه اللي فاتت بثلاثه في الخلف، ظهرنا بافضل صوره ظهر فيها الزمالك الفتره اللي فاتت. لما فيريرا حب يغير الخطه ولعب باربعه في الخلف، اربع مدافعين، احنا ظهرنا بمستوى سيء جدا، ويمكن دي كانت من الحاجات اللي مأثره على اللعيبه جدا، لان اللعيبه قعدت اكتر من موسمين بتلعب بالشكل ده. فطبيعي لما تغير خطه اللعب الاربعه في الخلف وتبدا تشتغل على حاجات معينه جوه الملعب ممكن الدنيا تبوظ شويه، وخاصه مستر فيريرا بدا يدخل اللعيبه على اللعيبه الجديده على التشكيل مره واحده، لكن اسوري بداها جزء جزء، خد الموضوع واحده واحده وبدا يشتغل مين اللعيب اللي يصلح هنا، ومين اللعيب اللي يكون موجود هنا، ومين اللعيب الافضل ليه المركز ده، ومين اللعيب اللي ينفع اجربه في المركز ده. فالراجل بدا ياخد الشكل اللي هو عايزه، بدا يعتمد على لعيبه معينه. اعتقد هو بنسبه كبيره خلاص حدد اختياراته، يعني لو شفنا كل مباراه اعتقد التشكيل الاساسي بقى ثابت، في تغييرات بسيطه. فالراجل اشتغل على خطه لعبه وايه اللي يناسبها وايه اللعيبه اللي تقدر تنفذها، وهو ده اللي شغال عليه دلوقتي. لكن هو في المؤتمر الصحفي اكد ان هو لعب ثلاث خطط مختلفه، وهو ده اللي هيلعب بيه الفتره اللي جايه مع كل منافس هو شايف انه يناسب الخطه اللي هو بيلعبها. صحيح. يمكن مستر اسوري كمان قال في تصريحاته في المؤتمر الصحفي انه خلاص نقفل بقى صفحه مباراه المقاولين العرب ونبص للفتره اللي جايه. خليني قبل ما نتكلم عن يمكن المباريات اللي جايه في مسابقه الدوري، خلينا نتكلم يمكن عن استعدادات الفريق للبطوله العربيه. يعني في البطوله العربيه هنواجه نصر السعودي، واحد من الفرق اللي هنواجهها في المجموعه، واديك شايف التدعيمات يعني اللي بيعملها النصر السعودي عامله ازاي. شايف الزمالك ازاي يقدر يواكب او يجاري التدعيمات واللاعبين المحترفين في النصر السعودي؟ والله هو يعني انا شايف مستر اسوري واخدها اجزاء اجزاء، وهو بيحاول يقفل المباراه اللي خلصناها ويبدا يشتغل على المباراه اللي بعدها. واعتقد ان هو مش هيركز قوي على البطوله العربيه، لكن طبعا احنا كلنا كجمهور مركزين من دلوقتي على البطوله العربيه لان التدعيمات شغاله، واحنا الدوري عندنا للاسف هيخلص متاخر شويه، فممكن التدعيمات تتاخر شويه. اللعيبه كل لعيب بيلعب دلوقتي في النادي، وبعض التدعيمات او مفيش تدعيمات لسه لحد دلوقتي بان شكلها. يعني اعتقد الزمالك هيدخل البطوله واحنا معتمدين بشكل كبير على اسوريو ان هو يقدر يزود المنظومه او يطور اكتر من المنظومه، ان احنا ندخل البطوله دي ونحاول نطلع فيها بافضل النتائج، وخاصه ان نادي الزمالك نادي كبير، والفرق هناك في السعوديه او الفرق المشاركه في البطوله كلها بتتكلم عن مشاركه نادي الزمالك، وقد ايه مشاركه كبيره جدا. ونادي الزمالك ايا كان، حتى لو اللعيبه او بعض اللعيبه لسه ما حفظتش الخطه او المدير الفني لسه جاي، نادي الزمالك ونادي الزمالك في اي مكان المنافسه على البطوله هي الهدف. واعتقد ان الزمالك هيدخل كمنافس على البطوله ايا كان بقى الفريق اللي هيقابله او ايا كان التدعيمات اللي بتحصل في نادي النصر، لان هي طبعا تدعيمات قويه جدا. الدوري السعودي خلاص داخل على مرحله ان هو يبقى اوروبا او جزء من اوروبا، بيشتغلوا كويس جدا هناك. اعتقد الزمالك هيدخل بطوله وهو عينه على البطوله طبعا، ولكن احنا نتمنى ان اسوري يطور اكتر الفتره الجايه، بالذات الماتشات اللي جايه دي، لانها هتفرق معانا جدا وهتدينا دفعه لقدام، بالذات مباراه الاهلي ان شاء الله. طيب لو هنتكلم بقى زي ما قلت، نتكلم بقى عن المباريات القادمه في الدوري. متبقي لنا في مباريات هامه متبقيه، مباراه مع فيوتشر ومباراه اخرى مع النادي الاهلي، وهيكون في كمان مباراه مع فاركو. شايف المباريات دي ازاي وشايف اهميتها ازاي، وخاصه انه التوقعات ويمكن الامال بقت كبيره جدا بعد طبعا الاداء الاخير من الفريق ومن مستر اسوري امام المقاولين العرب؟ دي حقيقه طبعا، هم ماتشين مهمين جدا ويعتبروا بالنسبه لي يعني تجربه كويسه قبل البطوله العربيه. احتكاكات قويه، نادي فيوتشر نادي كبير بيحتل المركز الثاني دلوقتي، نادي الاهلي طبعا انديه القمه، الفريقين تقال فيهم لعيبه كبيره، احتكاكهم هيبقى احتكاك قوي جدا، هيبقى تجربه كويسه قبل البطوله العربيه، وتقييم لاداء الفريق قبل البطوله العربيه، مين اللعيب فعلا اللي هيكمل معايا او حاسس ان هو ظهر في المباريات الكبيره دي بشكل كويس او لا.
ومين اللعيب اللي هيكمل معايا في الخطه بعد كده. اعتقد ان الماتشين دول بالذات هيبينوا شكل واداء الزمالك الفتره اللي جايه، هل الزمالك قادر يبقى منظم في الماتشات الكبيره ولا في طفره معينه في الماتشات زي ما احنا قلنا زي ماتش المقاولين ولا غيره ولا غيره. لكن انا واثق جدا ان الراجل شغال شغل كويس والراجل قادر يطور من اللعيبه. انا شايف كذا لعيب وصل لمرحله كبيره جدا، مسلوسي، محمد عبد الغني بقى كويس، فتوح، يعني ده الورقه اللي ظهرت عندنا، زيزو تطور بشكل كبير جدا صحيح. في حاجات كتيره جدا عن بدايه الموسم لانه لعب في اكتر من مركز مع فريرا وكان مشتت مش عارف يلعب فين او يعمل ايه، كان مستوى زيزو ما كانش المستوى اللي هو شايفينه دلوقتي مع اوسوريو. شيكابالا في مستوى هايل وكبير جدا حقيقي. نضاي بدا يعني الماتش اللي فات اكتر من هدف نضاي كان متسبب فيه او بتحركاته كان كويس فيها. فاللعيبه يعني انا شايف اللعيبه بدات تشرب الخطه، كمان عوده مصطفى شلبي لان الفتره الاخيره كان متالق هتفرق مع الزمالك، عوده كمان حسام عبد المجيد لانه يعتبر من اهم الاوراق بعد الونش في خط الدفاع مع المسلوسي ومع محمد عبد الغني هتفرق مع الفريق. اعتقد ان الماتشين الجايين مع عوده اللعيبه مع الشغل بتاع مستر سوري وان شاء الله باذن الله ندخل بطوله عربيه واحنا ان شاء الله. طيب لو هنتكلم عن المباراه القادمه طبعا في الكاس امام بيراميدز، احنا لسه مش عارفين طبعا موعد المباراه ديت هيكون امتى، لكن لو هنتكلم عن المباراه طبعا فهتبقى دي مباراه سيمي فاينل امام بيراميدز، شايف المباراه دي ازاي وشايف الزمالك ازاي يستعد لهذه المباراه؟ لا هو دايما مباريات مع بيراميدز يعني يمكن مباراه بريرة بس اللي هو احنا خسرنا فيها من الكاس السنه اللي فاتت، لكن دايما مباريات مع بيراميدز احنا قادرين نلعب بيراميدز وزي ما بيقولوا كده كعبنا عالي على بيراميدز حتى لو الفريق عنده عناصر مميزه جدا، ودايما بيراميدز عنده عناصر مميزه ودايما الفريق عنده صفقات كويسه وعنده لعيبه كويسه، ولكن الزمالك دايما في مباراه بيراميدز كعبه عالي وبيستعد كويس المباريات دي، واللعيبه يعني ما عندهاش مشكله في مباريات اللي زي بيراميدز والاهلي، ومفروض لاعب الزمالك دايما بيبقى جاهز للمباريات اللي زي كده. انا شايف مباراه بيراميدز ان شاء الله نعديها ونوصل نهائي الكاس، لان انا شايف ان بطوله الكاس السنه دي هدف كبير جدا بعد اللي حصل السنه دي. يعني الزمالك لازم يطلع بالبطوله دي، البطوله دي لازم نحارب عليها على قد ما نقدر لانها اهم البطولات دلوقتي ولازم نطلع بيها على الاقل السنه دي. فماتش بيراميدز ان شاء الله نعديه ونلعب النهائي باذن الله وناخد الكاس ان شاء الله. ما ينفعش ما نتكلمش عن المنتخب الاولمبي، شفت ازاي الانجاز يمكن اللي حققه المنتخب الاولمبي تاهله طبعا لنهائيات البطوله الافريقيه وان شاء الله مشاركته في اولمبياد باريس 2024 القادمه، شايف ازاي المباراه، شايف ازاي طبعا الانجاز اللي حققه، شايف ازاي المباراه طبعا مباراه الفاينل امام المغرب، المباراه دي هتبقى يوم السبت الجاي ان شاء الله. انا شايف ان الراجل من ساعه ما بدا يشتغل مع المنتخب ميكالي وبدا يقفل على نفسه، ما فيش اخبار كتير بره، قافل، اختار السكواد بتاعه والقائمه بتاعته وبدا يقفل على نفسه واشتغل كويس في البطوله، ما فيش ولا هدف استقبله الراجل في البطوله. عنده لعيبه مميزه جدا زي حسام عبد المجيد زي لعيبتنا طبعا حسام عبد المجيد، وعنده حاتم سكر وعنده محمد طارق واحمد عيد وكمان اسامه فيصل موجود في المنتخب، محمود صابر بيراميدز، وعنده ابراهيم عادل، عنده مجموعه كويسه جدا. شفت ازاي لعيبه الزمالك يمكن خط دفاع مؤثر جدا، يعني ما دخلش فيهم طبعا يمكن ولا هدف خلال البطوله، شفت ازاي مشاركه لاعبي الزمالك وتاثيرهم الايجابي ده على المنتخب الاولمبي؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا واحتكاكهم في البطوله دي مفيد قوي للزمالك بعد عودتهم، طبعا داخلين بطوله عربيه وهنلعب ماتشات مهمه، وانا خاصه حسام عبد المجيد لانه من العناصر الاساسيه اللي هيعتمد عليها اسوريو، وهو طبعا موجود في البطوله طبعا ده مؤثر على الزمالك، ولكن الحمد لله عشان اسوريو عامل منظومه داخل الملعب سواء دفاعيه او هجوميه فمش حاسين بتاثير حسام، لكن حسام لعيب كبير جدا وانا عندي ثقه فيه ودايما بشوفه من اهم المدافعين في مصر، ومع التطور ومع الخبره حسام هيوصل زي الونش ان شاء الله، هيبقى من العناصر المميزه اللي هتفيد المنتخب الكبير ان شاء الله. اللعيبه بتاعتنا في المنتخب مقديه اداء كويس، ان ما نستقبلش اهداف ده طبعا اكبر دليل ان هم قايمين بدورهم بشكل كبير. ان شاء الله مباراه المغرب باذن الله نفوز فيها. انا شايف ان الاحتكاك ده مهم جدا 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 لاعبتنا بعد العوده ان شاء الله، محمد طارق او حسام او اللعيبه الاساسيه اللي بتلعب او حاتم طبعا لو بدا يشترك لانه كان بيلعب قبل البطوله وكان شغال مع اسوريو بشكل كويس. فاعتقد عوده اللعيبه دي مع احتكاكهم ده هيفرق معانا احنا كزمالك، وطبعا ان شاء الله في المباراه اللي جايه يوم السبت ان شاء الله نكسب المغرب وناخد البطوله باذن الله. ان شاء الله كده كده كنا بنتكلم انه سواء ان شاء الله كسبنا او لا قدر الله حصل وخسرنا في الفاينل امام المغرب، لكن بنتكلم على انه كده كده هم حققوا انجاز بالظبط، يعني انجاز تاريخي ولازم نبارك لهم عليه طبعا.
نبارك لهم على الانجاز ده طبعا لانه انجاز مهم جدا، وان شاء الله باذن الله كمان نعمل حاجه في الاولمبياد باذن الله ان شاء الله. طيب نرجع للزمالك، ونصيحه اخيره لمستر اسوريو وللفريق الفتره القادمه. ده هو انا مش هقدم النصيحه طبعا لاسوريو، لان انا الراجل شغله باين قوي. احنا كنا في فتره الزمالك كان عشوائي جدا في الملعب، وكنا يعني فتره سيئه جدا مرت على الزمالك. الراجل ده من ساعه ما بدا مستر اسوريو بيشتغل شغل جامد جدا. ال 52 تمرين اللي هو حكى فيهم او اتكلم فيهم في المؤتمر الصحفي المره اللي فاتت، فعلا فعلا تاثيرهم باين على الفريق. في ناس بتقلل من اننا كسبنا المقاولين 6 اهداف او الكلام ده كله، بتتكلم عن النادي المقاولين نادي صغير والكلام. لا، انا شايف ان النادي المقاولين من الانديه الكبيره، وطريقه اللعب اللي كانت بتضايقنا جدا الفتره اللي فاتت هو ان فريق يلعب قصادنا ب 11 لعيب بشكل دفاعي او يلعب مان على اللعيبه بتاعه الزمالك، كان عندنا مشكله كبيره جدا في الموضوع ده. الراجل قدر يحل الموضوع ده بلا مركزيه وتحرك الكتير اللعيبه. انا لا، ما عنديش نصيحه للراجل، انا بتمنى له التوفيق، وشايف ان الزمالك بدا ياخد مراحل كويسه جدا بعد الفترة السيئة اللي فاتت، وإن شاء الله الفترة اللي جاية بقى أحسن من كده بكتير. إن شاء الله الفترة الجاية هيكون أحسن من الفترة ديت كمان. بشكرك شكرا جزيلا محمد نصف، نورتني طبعا. بشكرك على تحليلك المميز ده. ربنا يخليك. شكرا ليك. شكرا. مشاهدينا الأعزاء طبعا بشكركم شكرا جزيلا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، وده كان نهاية أسبوعنا. إن شاء الله نشوفكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة من نهارك أبيض. دمتم في أمان الله.